عنوان القصيدة شجرة الزيتون بإقليم توريت. هديها إلى كل أرباب معامل الزيتون بتوريت. الحمد لله، فرحنا وسعدنا وبلادنا خيرها ما يتنساش، أرض فلاحة ظاهرة وفي جهتنا وأساس الحياة من غيرها ما كانش. إقليمنا محبوب فيه تجولنا وفضل الفلاح تكثر الأوراش. وسر المكتب قول له وين وصلنا، مدير الاستثمار حضر ما يهناش، يشرح ويفسر وهو ينفعنا ويدعم ويساعد ويشجع ما يعياش. وزور القبائل قاع هنا وشجرة الزيتون اسمها ما يفناش. مذكورة في القرآن وبها كرمنا، وزجاجة وكأنها كوكب ما تطفاش. يوقد من شجرة مباركة زيتونة ولا شرقية ولا غربية محبوبة وعلاش. اقصد ذاك الواد وانت شرفنا، ومن بني كلال هود وما تعياش. الأربع والكرار ما وهلوا فنانا وسول الباردة في المعمل كيفاش. زيتون مسطر والدخلة زينة والزيت له حرة بلا بها ما تبراش. زيتون مسطر والدخلة زينة والزيت الحرة وبلا بيها ما تبراش. وزور المعامل الخدمة متقونة، الزيتون على الاشكال والشينة ما كانش. وجولة جلناها قاع استفدنا، ومن ارض الارض ماني شفياش. غفولة وجع طبعو مرسمنا، والحبة ما تلذهب بلا نقاش. أولاد سليمان طرف الواد هنا ودبدهم على عيون وزيتون وقداش. وقصد مستقمار منظر يعجبنا، وأرض فلاحة ظاهرة وبلا نقاش. وكذا من معمل هنا نفعنا، ولاد ابني كولال ما نذكرش بلاش. أرباب المعامل حوس وتهنا، وجودة الإتقان تتصدر بالكاش. والمغرب الأخضر وبه سعدنا، يساند ويساهم والفقر ما يبقاش. وكذا من عرض للشرح فهمنا، الصحة والإرشاد هو ما خلاش. المبيدات تدوي لنا في معاملنا، والإسميدة فرض علينا رياش. في جميع الدول ثم تلقانا وتلقى علامات أتوضح ما ناش. مبيدات دولينا فيما عملنا، والأسميدة فرض علينا رياش. وفي جميع الدول ثم تلقانا وتلقى علامات أتوضح مناش. تاوريت زيتونها زاد شهرنا، وحميدة الباردة ما يخطاهاش. ونوع الزيتون عندو شفت أنا، وعلى الإشكال راهي ما تقضاش. ونطلبو رب